مدير مؤسسة بريكوما الناظور. هذا النهار نظمنا واحد اللقاء مع المهنيين اللي كيمتهنوا ديك المهنة ديال الزليج بلومبي واي حاجة عندها الرابط مع داكشي ديال الكولات وداكشي اون بارتناريا مع سيكا اللي هي واحد الشركة انترناسيونال الاصل ديالها سويسري. نظمنا هذا اللقاء في اطار واحد السلسلة نتاع اللقاءات ان شاء الله ينظمهم المهنيين نتاع المنطقة واللي كيخص خاصة هاد الناس المهنيين اللي ذكرتهم سلفا. والحمد لله دازت الامور بواحد واحد التواصل مع المهنيين اللي استفدوا بزاف د الحوايج وشافوا دي برودوي جداد، تعرفوا اصلا على بريكوما على العالم ديال بريكوما شنو هو. نتمنوا ان شاء الله يبقى التواصل دائم، ونتمنوا ان شاء الله نتلاقاو عاوتاني في شي مناسبات وحده اخرين مع مهنيين اخرين ككهربائيين كبزاف المهنيين اللي كيتواصلوا معنا ان شاء الله في هذه المؤسسة. والحمد لله داز الامور هانيه، ونتمنى يكون تاهما عجبهم الحال، وحنا الباب ديالنا مفتوح لاي سؤال ولا مفتوح لاي اقتراح ولا شي حاجه اللي بغاها. وشكرا.